يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أعرف رجلا يجلس عند أحد المحلات التجارية، أعرف رجلا يجلس عند أحد المحلات التجارية منذ سنين ويسأل الناس المال، وقد هيأ له مكانا ولا يظهر عليه علامات الحاجة. السؤال: هل يجوز لي أن أبلغ عنه؟ لأني أظن أنني إذا نصحته فسيقول إنني محتاج. أنت بل انصحه، وإذا نصحته أديت ما عليك. نعم، ولا تبلغ عنه، انصحه نصيحة.